بطل حلقتنا النهاردة هو الفنان عبد السلام النابلسي. يا أيتها السماء صب غضبك على الأغبياء، الجملة الشهيرة اللي الفنان عبد السلام النابلسي اشتهر بيها، وهو واحد من أهم صناع الضحك في السينما المصرية، وكمان سلك أسلوب السهل الممتنع، وأطلق عليه كمان ملك الإفيهات، واشتهر بشخصية حسب الله السادس عشر في فيلم شارع الحب، صاحب مقولة ما تبسطهاش أكتر من كده، لكن حياته كانت عبارة عن لغز كبير كان بيضحك كل اللي حواليه وبيصدر الابتسامة رغم شعوره بالوجع. ودلوقتي هنتكلم عن قصة الكوميديان الحزين وسبب هروبه من مصر والصعوبات اللي واجهها في حياته علشان يتزوج من المرأة الوحيدة اللي حبها طول حياته. اتولد عبد السلام النابلسي يوم 23 أغسطس سنة 1899 لأسرة فلسطينية، وكان عايش في لبنان، وكانت عيلته متدينة جدا. ولما وصل النابلسي لسن 20 سنة أرسله والده للقاهرة للتحاق بالأزهر الشريف، وحفظ كمان القرآن الكريم بالكامل، وبرع في اللغة العربية بالإضافة كمان للغة الإنجليزية والفرنسية، يعني متعدد اللغات. وحب عبد السلام النابلسي الفن، وبسبب شدة العيلة وقطعوا والده وكمان قطع عنه المصروف، وقرر انه يشتغل بالصحافة الفنية والأدبية في أكتر من مجلة. ولحد ما جت الفرصة وتعرض عليه في يوم من الأيام فرصة دخول مجال التمثيل من خلال فيلم غادة الصحراء سنة 1929، وبعد كده انطلق لعالم التمثيل، ومش التمثيل بس، لا ده كمان الإخراج كمان. وسنة 1963 رجع مرة تانية للبنان بعد تراكم الضرائب عليه لأنها وصلت ل 13,000 جنيه، وحاول بكل الطرق أن يقلل الضرائب دي لكن ما عرفش، بس وصل في النهاية أنه بقوا 9,000، حتى 9,000 ما كانش هيعرف يدفعهم، وكان بيتعب جدا علشان يسدد الضرائب دي، لكن كان بيحاول، والمحاولة دي كان بيدفع للضرائب حوالي 20 جنيه بس، وده معناه انه بيسدد المبلغ المطلوب على 37 سنة، فاعتبرته في الوقت ده الضرائب انه بيتهرب من التسديد، وحجزت على عفش بيته وكمان شقته الايجار، وفضلت القضية متعلقة لوقت وفاته رغم تدخل عدد كبير جدا من الفنانين في فنانين الزمن الجميل، وكان على رأسهم الفنانة ام كلثوم. وسافر لبيروت وتغيرت الحياة هناك والوضع كمان، وعاش ملك، وأصبح مدير للشركة المتحدة للأفلام، وساهم وقتها في زيادة عدد من الأفلام في لبنان، ومنها فيلم فاتنة الجماهير وأهلا بالحب، وشاركته في الوقت ده الشحرورة صباح في مجموعة كبيرة من الأفلام اللي قدموها في لبنان، وده كان بسبب الصداقة الكبيرة اللي كانت بينهم. وعلى الرغم من انه كان معروف عنه انه عنده بيضرب عن الزواج وكمان انجاب الاطفال، الا ان حب امرأة وقع في غرامها وبدأت بالاتصال بيه لحد ما وقع في حبها. وبالرغم من فارق العمر والسن بينهم، لكن كان عارف ان عيلتها هترفض زواجهم بسبب اختلاف ديانتهم، فقرر يخطبها وبالفعل تزوجه، ولكن اتفاجئ بعد الزواج بأيام بدخول في صراع مع عيلتها، عيلة زوجته، وإجباره على الطلاق منها. ووقتها حكمت المحكمة بصحة الزواج، وقام عبد السلام النابلسي بخطف زوجته للمرة التانية لمكان بعيد جدا، وعاشوا مع بعض سعدة. وتوالت الأحداث المؤلمة في حياة الفنان عبد السلام النابلسي، وتعرض في الوقت ده لمرض القلب، لكنه أخفى المرض ده عن الجميع، وكان مفهم الكل اللي حواليه أنه بيعاني من ألم في المعدة علشان ما يتهربش منه المخرجين، وكان بيفتح المية علشان محدش يسمع صوته وهو بيتألم،
وبعد إعلان بنك اللي كان حاطط فيه فلوسه في بيروت عن إفلاسه، زادت المشاكل الصحية كمان، مش المادية بس، لا ده كمان الصحية، وساءت حالته، وامتنع كمان في آخر أيامه عن الطعام وقبل رحيله بأيام بسيطة. وأما تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة الفنان عبد السلام النابلسي، كان مع أصدقائه وكان عازمهم في بيته، ومنهم الفنانة هدى سلطان، فحس بالألم الشديد واتوفى قبل وصوله للمستشفى سنة 1968، وما قدرتش زوجته انها تدبر مصاريف الجنازة، وانقذ الموقف صديقه المقرب وكان صديق العمر وهو الفنان فريد الأطرش، واللي حزن جدا على فراقه واتألم في نهاية حياته بالمأساة اللي شافها الفنان عبد السلام النابلسي. وكمان الفنان عبد السلام النابلسي كان بيجمعوا بين الفنانين المصريين وكمان الفنانين اللبنانيين صداقة قوية جدا، وكان ليه علاقات كتيرة، ولكن طبعا من كتر الضرائب اللي تراكمت عليه كانت مأساة في حياته بسبب الضرائب اللي تراكمت، واضطر ان هو يسيب مصر مع انه كان في اخر ايامه بيقول ان انا نفسي كنت أموت في مصر ونفسي كنت أكمل بقية حياتي هناك، لكن الضرائب هي اللي منعته من تواجده في مصر وكمان وفاته في مصر، لأنه كان بيحبها جدا، وكان طبعا لأكتر أصدقائه المقربين من مصر وكمان في لبنان، لكن أكترهم كان في مصر. واللي كان السبب في خسارة أكتر جزء من أمواله كان الفنان عبد السلام النابلسي طول حياته أو الأدوار اللي كان بيقدمها كان بيقوم بدور السنيد في أعماله السينمائية، لكن في يوم من الأيام حب أن يكون بطل بطولة مطلقة في أحد الأفلام اللي أنتجها هو زي فيلم حلاق السيدات، ولكن لم يحقق الفيلم أو العمل نجاح اللي كان متوقعه، وكان طبعا ده السبب الرئيسي في خسارة جزء كبير جدا من أمواله وحجز الضرائب كمان عليه. ورحل المليونير الحزين زي ما قالوا عليه، وطبعا الفنان عبد السلام النابلسي رحل بعد مسيرة فنية هائلة، وعشان كده النهاردة اتكلمنا عن نهايته الحزينة، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو، لان كده حلقتنا النهاردة خلصت، اكيد لازم تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولوا لي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معنا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.